العطاء مش لازم يكون فلوس أو حاجة عينية، لأ، العطاء إنك تدي من غير حساب، العطاء بدون مقابل، يعني بتدي ومش مستني المقابل من أي بشر، لأن المقابل أكيد هيجيلك من رب العالمين. العطاء ممكن يكون عن طريق دعمك لحد معنوياً، زي إنك تدعم حد وتشجعه لو مقدم على وظيفة مثلاً، تحسسه إنه قدها وقد المسؤولية. العطاء إنك تجبر بخاطر حد زعلان وتشيل معاه حتى لو جزء بسيط من حزنه، إنك تزور واحد في المستشفى ملوش حد وتطمنه وتقوله أنا معاك ما تقلقش. العطاء إنك تزور دار مسنين وتقضي معاهم يوم مثلاً وتحسسهم إنهم ما تنسوش وإن لسه الدنيا بخير. العطاء إنك ما تبخلش على حد بمعلومة عندك. العطاء إنك ما تبقاش أناني وعايز الفضل كله يتنسب ليك. العطاء إنك تعامل الناس بالطريقة اللي تحب تتعامل بيها. العطاء إنك تبتسم في وشوش الناس، إنك تنشر البهجة طول ما أنت ماشي، إنك تبقى مصدر للحب والحنان والطمأنينة. وأكبر مثال على العطاء بدون مقابل هو الأم والأب. الأم اللي بتدي ولادها اهتمام ورعاية وسهر وتعب، بتديهم من صحتها ومن عمرها ومن شبابها، بتديهم الأمل في الحياة، غريزة زرع جواها وبتكبر مع الأيام. والأب اللي بيشقى وبيتعب طول اليوم بره بيته علشان يوفر لأولاده حياة كريمة. الأب اللي بيسند ولاده مهما كبروا في السن، واقف دايما معاهم في كل خطواتهم، حزن بقى ولا فرح، حزن أو فشل مش مهم، هتلاقيه دايما بيسند وبيحمي، واقف صلب طوله، لا بيتهز ولا بيهرب من المسؤولية. الأب والأم عطاء بلا حدود، عطاء بدون أي مقابل. المقابل الوحيد بالنسبة لهم هو سعادة أولادهم، أولادهم وبس. فطول ما أنت بتدي للي حواليك مشاعر وحب واهتمام وطاقة وابتسامة وجبر خاطر، هتلاقي ربنا بيرد لك ده ستر وحب وراحة وسكينة وقبول في الأرض. والله العظيم يا جماعة، لذة العطاء أهم بكتير من لذة الفلوس. شكرا ليكم وإلى اللقاء.